شب حريق مهول بالمؤسسة الوطنية للبنايات المصنعة بالجنوب بالمنطقة الصناعية بوشاكر بالأغواط، حيث تدخلت الحماية المدنية لولاية الأغواط بكامل معداتها وعوانها لإخماد الحريق. كما ترون مدير الحماية المدنية في عين المكان رفقة يعني متمثلة في الوحدة الرئيسية، الوحدة الثانوية سيدي مخلوف، الوحدة الثانوية لقصر الحيران، وكذا دعم آخر رابع ويتمثل في الوحدة القطاع أو وحدة المركز المتقدم وسط المدينة، يعني بالإضافة إلى شركة نفطال التي تمثلت في شاحنة كدعم لمصالحنا. السيطرة على الحريق حاليا نحن بصدد إخماد الجمرات، يعني والحمد لله تم السيطرة على الحريق وتفادينا انتشاره إلى يعني شركتين مجاورتين من الخلف، والحمد لله. خسائر بشرية لم نحصيها، أما الخسائر المادية سوف تحصى بعد العملية، وشكرا. الحريق أتى على الجناح الإداري وأتلف كل ما فيه من العتاد، وتم السيطرة عليه من قبل عوان الحماية المدنية وإنقاذ المصنع والمؤسسات المجاورة. L'armoire électrique a fait une masse où il a déclenché ma les bureaux ils sont en préfabriqué automatiquement فم قبضت الوسمة وليزات ساعة عاونتها شوية كان الرياح شرقية هذه ليزات شوية إلى أغرافي الوسمة مي الحمد لله إن يبقى ديغا إيما. الحريق لم يسجل أي خسائر بشرية وتبقى التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات وأسباب الحريق.